بلاصه وبلاصه خاويه ملي جينا نقطعوا لقينا الكيران عامرين 300 درهم. راه بزاف الله يحسن العوا. انا كاين بنادم جاي ما مخلص ما والو جاي سامح في رزقه وكل شيء ومخلص ما والو كي غيدير يعطي ديك 300 درهم. هو ساهر هنا الليل ما ناعس ما واكل ما والو. انت فين الوجهه ديالك؟ فين غادي؟ غادي نقلع هاد السراغنا. شحال مولف كتركب في القرار؟ هي ماشي عادي مولف كنركب 100 درهم. 100 درهم قلنا الطوبل شي بس ما كاين، ولكن هي ديك الطوبل ما بقاش داك الطوبل، دابا ولات تريبل. يعني 300 درهم راه ولات دابا تريبل. وتا الناس غادي وما لقاوش والناس ما هادشي ما عرفت بالخطافه. حنا درنا فيهم خير غادي نبيعو من العطاويه، واللي عنده راه غيمشي واللي ما عندوش راه يبقى هنا. هما شادين عليهم في البيبان تعاونوا معنا الله يحسن العوان. وحنا معاونين معاهم حنا ماشي معاونين الناس مركب جوج بلايص وحنا غاديين غادي وكاوي 10000 عمي مثلا ما عندناش 40000 ديال المازوت حتى في جيبك ونكبيهم وتتغدى بها اش غدير؟ الحمد لله بعدا شكر لله الفضل 300 درهم بالنسبه لي انا غادي نوليك ما تخرج والو واجي خاوي. غير جيبوا لنا كنمشيو ب 6000 وغير يتلقونا نمشيو بحالاتنا الله يرحم والديك. تفرقوا ما تبقاوش حدا بعضياتكم. لا راه اش غدير؟ راه الا ما تجمعنا بحال هكا فين غدير؟ الكازا راه 210 دراهم ومن هنايا راه كيقولوا 200 درهم وما كايناش المركوب. وما كاينش 20 فرنك وما كاينش الكار. دابا شحال دابا؟ 200 درهم 200 درهم 200 درهم قاصحه بزاف وما كاينش ما كاينش كار. انت الكار قال لك هو كار واحد زادين اليوسفيه ها هو سد علينا ومشى وخلى الكار خلينا حنا كلشي كيرقبوا حتى الشماعيه واليوسفيه وكلشي راه محضور راه سير وكاين مسكين اللي ما خدامش وغيمشي به ب 4000 ريال. اللي ما خدامش جا للدار البيضاء وما خدامش وغيمشي ب 4000 ريال راه ماشي غالي. بنادم خاصهم يديروا بحال البنايه باش بنادم كلشي يمشي يديروا التاويل. في التوقيت العادي كنمشي ب 100 درهم وفي هذه الازمه غادي انت دابا ب 100 درهم الناس كاملين مقطعين ب 100 درهم جوج بلايص. جوج بلايص مقطعينهم ب 100 درهم. تنقول لك انا مشيت من كازا الناظور 100 درهم زادوا علينا هاد الناس. زادوا علينا كيزيدوا علينا بزاف. ودابا هنايا؟ هادي راه ماشي كورونا هادي راه كولونا. ان شاء الله سيواطي ضد وباء.
كاين الاقتضاد وحنا نتعاونوا كلشي وخا نتعاونوا نديو الناس ديورهم والامور ديالهم نتاع الله تعالى باش كلشي يبقى بالتبع ما يتعدى التعاون.